بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية مرة أخرى، ونرحب بانطلاقة سادس الأشواط المخصص لسن الإذاعة البكار، المهجنات الأصايل، هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، ونطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح والناموس في انطلاقة هذا الشوط. أبحر على صدارة واذهب إلى مقدمة هذا الشوط. الضبي على صدارة هذا الشوط، الخلفان بن محمد الغفلي مقدم لنا الضبي على المركز الأول، بينما دور المركز الثاني أصبح من نصيب شعاع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد براد بن سعيد المكتوم مع المضمر مطالب بن محمد بن رفيع الفلاسي، يقدم لنا شعاع على المركز الثاني. انتقالة حلوة وسيطرت على المركز الأول، بينما المركز الثالث أصبح من نصيب ملوح لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد بن سعيد المكتوم مع المضمر مطالب بن محمد بالضبيعة الاشتبي. أما دور المركز الرابع أصبح من نصيب ابتهال لحمد بن طالب بن محمد بن شريم المري، مقدم لنا ابتهال على المركز الخامس أو الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس الوصول ايضا من نهب لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد بن سعيد المكتوم بقياده المضمر راشد بن سعيد بالغافريه الفلاسي. والمركز السادس، يا سلام، الوصول في هذه اللحظات من حفله لخليفه بن حميد بن سيف الفلاسي، يقدم لنا حفله على المركز السادس. والمركز السابع اصبح من نصيب المركز السابع في هذه اللحظات اللي غيرت الان، اللي هي شعاع لسيف بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري ايضا محتلة المركز السابع، غيرت الان وبدت تتقدم من موقع الى موقع، وذكرى تتقدم من سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري محتلة المركز الثامن. والمركز التاسع اصبح من نصيب مشاكل لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم مع المضمر عتيج بن علي بن خفية الاشتبي ايضا. والمركز العاشر هنا ايضا الوصول من الشاهنية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد المكتوم بقيادة المضمر عبيد بن محمد بالضبيعة الاشتبي. هكذا كان النداء الأول. حفلنا الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعين الأفاضل للعشرة المراكز الأولى المتقدمة لنا عودة، والعودة حميدة على صدارة هذا الشوط. ملوح على الصدارة، ملوح هي من تسيطر على زمام الأمور وتقود المسيرة قيادة حكيمة المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد بن سعيد المكتوم مع المضمر مطالب بن محمد بالضبيعة الاشتبي أيضا، يقدم لنا ملوح. والمركز الثاني أصبح من نصيب شعاع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد برايد بن سعيد المكتوم مع المطالب بن محمد بن رفيعة أيضا، المتابع دائما إلى هذا الشعار. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، أصبح من نصيب الضبي لخلفان بن محمد بن خلفان الغفلي أيضا، يقدم لنا الضبي على المركز الثالث. والمركز الرابع يصل أيضا شعار ابتهال مع حمد بن طالب بن محمد بن شريب المركز، يقدم لنا ابتهال على المركز الخامس. والمركز السادس أو المركز الخامس في هذه اللحظات، الوصول أيضا من شعاع لسيف بن عبيد بن عابد المهيري، مقدم لنا شعاع على المركز الخامس. انتقل إلى المركز السادس، أول إذاعة وأول ندى إلى مشغلة محمد بن سعيد بن شويل الاشتبي، يقدم لنا مشغلة على المركز السادس. والمركز السابع هنا أيضا الوصول من نهب لسيدي صاحب لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد براد بن سعيد مكتوم مع رايد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، وتتقدم أيضا مشاكل لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. والوصول ايضا في هذه اللحظات من مع ذكرى لسعيد بن عامر من دعفوس المنصوري، يا سلام يا سلام. والوصول ايضا من عجبه لسالم بن محمد بالضبيعه الاشتبي ايضا، يقدم لنا عجبه اول اذاعه واول ندى، ولكن شوف الوصول ايضا من شعار دائما مميزا، يا سلام، شعار بن دعفوس مع ذكرى لسعيد بن عامر من دعفوس المنصوري. هنا ايضا القدوم من حفله لخليفة بن حميد بن سيف الفلاسي على المركز العاشر، لنا عودة والعودة حميدة. هكذا حبلنا الكريم، أيضا كان النداء الثاني للعشرة المراكز الأولى المتقدمة لنا عودة مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام، شعاع على الصدارة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد براد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطالب بن محمد بن أحمد بن رفيع الفلاسي أيضا، يقدم لنا شعاع. والمركز الثاني تصل في هذه اللحظات، هنا أيضا الضبي لخلفان بن محمد بن خلفان الغفلي يقدم لنا الضبي على المركز الثاني. والمركز الثاني
الثالث مشغلة لمحمد بن سعيد الشويد الاشتبي أيضا مقدم لنا مشغلة على المركز الثالث. هنا أيضا الوصول في هذه اللحظات مع ابتهال لحمد بن طالب بن محمد بن شريم بن شريم ايضا المري يقدم لنا او المملكه لعلي لخليفه بن علي الرميثي ايضا. هنا التسجيل ايضا بس بن شريم المري لكن يعني التصحيح لعلي بن لخليفه بن علي الرميثي ايضا يقدم لنا ابتهال التي ايضا تتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع. اصبح من نصيب الضبي لخلفان بن محمد بن خلفان الغفلي ايضا يقدم لنا في هذه اللحظات على المركز الرابع الضبي والمركز الخامس الوصول من مشاكل لسمو الشيخ محمد بن مكتوم براجد المكتوم عتيج بن علي بن راجد بن خفية الاشتبي ايضا في عملية التضمير. والمركز السادس اصبح من نصيب الحقة اول اذاعة واول نداء لسليم بن حمد بن سالم الشباني الاشتبي يقدم لنا الحقة على المركز السادس. والمركز السابع يا سلام وصلت عجبة وصلت عجبة على المركز السابع سالم بن محمد بالضبيعة الاشتبي يقدم لنا عجبة على المركز السابع. والمركز الثامن الوصول في هذه اللحظات من ذكرى لسعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري. هنا خلاص نعود إلى الصدارة نعود عند مقدمة هذا الشوط والكيلو الأخير يا سلام لائحة الكيلو الأخير ما شاء الله هناك القيادة والصدارة والمقدمة يا سلام يا سلام ما شاء الله شعاع على الصدارة شعاع على مقدمة هذا الشوط المملوكة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ولكن شوف شوف ما شاء الله التحركات النهاية ابتهال وصلت ابتهال وصلت ابتهال لخليفة بن علي الرميثي يقدم لنا ابتهال مشغلة قادمة أيضا على المركز الثالث محمد بن سعيد الشويل الاشتبي. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط ما شاء الله شعاع 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 على صدارة هذا الشوط ما شاء الله شعاع على مقدمة هذا الشوط لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن محمد بن أحمد بن رفيعة الفلاسي يا سلام. ولكن شوف ابتهال 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 تشكل الخطورة النهائية يا سلام ابتهال على المركز الثاني. ولكن شعاع شعاع صامتة شعاع صامتة يا سلام يا سلام التحدي 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 النهائي التحدي النهائي مع شعاع شعاع على الصدارة شعاع على أيضا على المركز الاول بدون اي منازع بدون اي منازع على على, على الاطلاق يا سلام شعاع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع المضمر مطر بن محمد بن احمد بن رفيعه الفلاسي. وسلام سلام عليكم يا هالي العوير السبوق تريح اعصابك تشتهر وشيع طاريها لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم تهانينا لمطر بن محمد بن رفيعه الفلاسي المركز الثاني كان بالنص المركز الثاني المركز الثاني مشاكل اسمه الشيخ محمد بن مكتوم براشد المكتوم. التوقيت الزمني 7:58 تسجلها شعاع على المركز الاول. المركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب ابتهال لخليفه بن علي الرميثي. بقيه المراكز حيلهن عند اعضاء خط النهايه. تهانينا لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم كما نهني المضمر مطر